وين الوزير هذا؟ هذا الوزير والحصان. استاذ حبيبي انت ضعيف، مديم ولبسه وانشل. فيديو اليوم رح يكون كتير مجنون. ايه كتير مجنون، ليش؟ لانه عملت اكبر ارضية شطرنج في العالم، ولكن استبدلت حجار الشطرنج بناس حقيقيين. خبرني البارحة عبودي يتحداني بلعبة الشطرنج، بس ما يدري دا يلعب عداد عمره، لان انا راح افوز عليه. كم مرة خسرتك اعترف؟ واي والله، بس انا راح افوز، هم راح افوز عليك. ليش؟ تنحط جائزة، وانا اكون جاهز اضعف قدام. مش جائزة، شنو الجائزة مالتك عبودي؟ الجائزة تبعنا حتكون شيك مقدم مني لدى بقيمة 20,000 ليرة، تمام؟ طبعا بس ولكن عباس، هذا الشيك الفريق اللي رح يربح أنا الأربع رح يتبرع فيه لدار الأيتام يلي موجود. حلو حلو والله، بس دقيقة خلا صفقلك. صفقول يا شباب، صفقول. هذا الشيك حلال رح استعمل. الفيديو الماضي على اساس انه تساعدني واعطيناك فلوس من هالكلام، ولا سالت صرت الحيادي لانك انت ما تخاف. شوف خل اعرفهم على الملوك مالتنا. من الملك مالتك؟ تعال استاذ حسين، تعال حيكون. تعال حسين، تعال تعال. لا لا شباب، يا شباب بعدنا مو هسه، بس اهدوا. ممكن حدا ياخذ الشك خلاص. ان شاء الله الفوز حليفنا والنصر حليفنا. طبعا انا ما بحب احكي كثير، بتشوفوا النتيجه، بتشوفوا النتيجه بالاخير. يلا يلا خلاص، يلا رح خسرتك يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يلا ليتس جو، تابعونا للاخير لحتى نشوف مين حيربح. الابيض الملك حجرهم غير الخطه، بس انا اخذت خطه حلوه والله. خطه الثعلب البنفسجي على السريع. انا كنت اكبر تكسر عاد قاعد هناك اقول معسي ترى تعد الخطه. ليش؟ تمام عندك. بعد ما لبسنا ثيابنا وحددنا الفرق يلي موجوده معنا، وتجمعنا هنا على اكبر رقعه. تمام، على اكبر رقعه بالوطن العربي راح تصير هناك. لا لا، بالعالم. بالعالم بالعالم راح تصير هناك. كل شخص بينا له حق، له حق الحركه الذاتيه لمره واحده. كيف حق الحركه الذاتيه؟ في حال عباس مثلا خربط او حركه بحركه خطا، او كان حيضحي فيه، ممكن يرفع ايده ويقول له يتقدم انا بدي حق الحركه الذاتيه بس، ولكن لمره واحده فقط. الجنود عاد جينو نبلش. جاهز؟ لا جاهز افوز. لا جاهز احنا عبد الله. لا 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 يلا بس ليتس جو. يلا يلا واحد اتذكر ستي واحد. كنت الفريق كان كنت الفريق. لا 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 كم خطه حضرت من امبارح لحد اليوم؟ سولف لي. ما خطه كثير خطا والله، انا اصلا ما اعرف، بس راح احاول. بس راح نفوز، لا تخاف لان انا عندي ابطال. بور النور النار النيه. يلا قلب على الهندي من الخوف. أبدي أبلش؟ بلش. رقم 7 خطوة لقدام، 5 خطوتين لقدام إذا ممكن. أوكي العب عباس. أنت تحرك ولا بس تحكي؟ يعني أنت حافظ، أنت حفظ، أنت بس عندك حفظ. المهم الفيل يطلع لقدام. خطوة جانبية برضه خطوة. تمام تمام إلك. يلا 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 أشوفك أنا خاي. يا را اطلعي كل الفيل إذا ممكن. دقيقة على المقبرة إذا ممكن. لحظة شوي لحظة شوي. الفيل على المقبرة، الفيل على المقبرة إذا سمحت. يا دقيقة دقيقة. الحصان الحصان اكتريار، حصان اكتريار اكتريار. ليتس جو. راح تربع معي جندي. رقم 4 خطوة. رقم 3 خطوة لقدام. 3 خطوة لقدام. أليكس أليكس حصان حرف ال.
يسار حرفه اليسار. الوزير. الوزير على ابيض. الوزير هون. هون هون الوزير. تعالي هون. تعالي تعالي لا تخجلي تعالي. كش ملك اللي وراها اللعبه. هلا حنشوف. نور النور النار النار. حنشوف هلا. لا لا يلا العب. وزير. اوكي. هلا عليك ما فيني كسمع عليك لانه محمي بالحصان. اوكي. تمام. 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 بس نسيت عندك وزير الله يرحمه. كان خوش وزير. شو عم يعمل هذا؟ كمان وزير انا اسف قاعد. خلي بالمقبره الوزير، هذا الوزير مالته، وان شاء الله راح يلحق الملك وكلهم يلحقوه، وليخسر الخاسرون. في رقم واحد ممكن توقف جنب الملك؟ تمام. العب عباس. دقيقة. إذا أضربه راح ينكتل الوزير. خليها بعيد. راح تنكتل إذا على الوسط. الحصان تقدم الحصان على اسود حطيت لك هنا بيدق رقم واحد قدام القلعه خطوه يلا انت نزلت هون ايه يرجع يرجع نفس مكانه ارجع نفس مكانك ارجع نفس مكانك ارجع ارجع نفس مكانك يلا ايه خلص حصان رقم واحد حرف ال على اليمين مبيوع اللعبه مبيوع خطوتين قدام رقم اربعه خطوتين خطوتين القشيشة احكي له فينا اسمع فينا اسمع هاي فينا يعني اللي حق حصان رقم واحد لقدام على اليمين حصان رقم واحد لقدام على اليمين لقدام على اليمين صح 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 هذا شو عدى هذا؟ ابسطوا يا شباب كثير لا تخلوه يعدي اوكي رح بيت رح بيت ملك بيت ملك اذا ممكن رح تجي جنب محمود جنب محمود القلعه هاي شلون عبرت هيك؟ لا بلا مره واحده بحقلك بيت ملك اه رقم سته خطوه لقدام رقم سته رقم سته رجع صارك خطوه مو قايل لك رجع صارك رجع خطوه انا سمعت من عندي ارجع لورا على اليسار هاي هاي رجعت لك اياها يعني. تدل جد رقم ثلاثة خطوتين لقدام. أنت مشيت ثلاث خطوات. لا لا خطوتين كان هون كان هون. خطوتين. خطوة واحدة. خطوة واحدة أنا آسف. خطوة واحدة بس. ارجع لورا خطوة. جايز حيكون في عنا بريك خمس دقايق مشان السناكس الدرينكس إلى آخره رح نرجع لكم. جاهز الخسارة بس انت ما راح تخسر اصلا في مبيوع اللعبه من الاول انا لعبت فيل لهون تمام بس ولكن بدي اقوم احركه للفيل انا راح ارجع الوزير قدام لحظه خليني شوف شو عم تلعب شو لك علاقه شوف ما خليني شوف شو عم تلعب شوف باليوتيوب اخر شيء لا لا هلا ارجع الوزير قدام الفيل الوزيره تفضلي اخاف اتعبك تعال صير قدام الفيل تعال رجع لورا ويلكم من يومكم قادم ستقعون في المقبرة مالتي اوكي شو لعبت تعال كان شيء بعد ما لعبت رح العب الحلعب شباب قالوا لي شو العب والله ايش ما اعرف اول مره العبها بحياتي ها قدمت يلا العب الوزير يجي هنا وكش ملك تعال 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 الوزير كش ملك تعال الوزير كش ملك كلك وزيرك بحجرين تمام فاذا بدك تسامحك برجع لك اياها خطوه بس احكي لك شغله احكي لك شغله هذا الجمال تقدر تاكله والله حرام عليك انت قاسي انت ما تخاف الله انا كرمالك
بس شلون الملك يقتلها؟ المفروض الملك يسرق ال حتموت بالحصان وحتموت بالملك. يلا يلا راح ارجع بكان. شكرا لمساعدتك. انا عبود طلع متسامح وعبود انا كلش اشكرك والله. انت انسان طيب. بس انت شو سواني؟ على فكرة عباس انا بخاف على جنودي مو مثلك. انت ما بتقدر تهتم فيهم. جنودي بخاف عليكم. انا عباس مو مهتم بجنوده. كان لازم تكونوا معي. بس هون لقدام. رقم اثنين خطوتين لقدام. لازم يقول قلبك قوي. لازم تطيع. تمام اوكي؟ لحظة شوي. يلا. جايز اغلبكم بيعرف ان انا معي شقيقة والحاليا انا واقفة تحت الشمس حرفيا رح اموت والله العظيم. والله قليل اسود كفو انتوا يا الله. يلا يا شباب صفقة شقيقة. وش اسوي اسوي؟ والله ما ادري ايش اسوي. تعال لهون خطوة واحدة. شيماء خطوة واحدة لهون. تمام. شيماء شو لعبت؟ دنيتها واحدة خطوة لهون. قلعة. القلعة. انا هلا عم هدد لك الحصان. انا عم هدد لك الحصان هلا. دقيقة. يعني ما خصني. بس تعرف ايش راح اسوي؟ هو انت راح احركك الحصان. انا عم هدد لك الحصان. انا اذا هددت الحصان راح اهدد لك الفيل. تقتل الفيل اقتل لك الحصان. لا فرجيني. دقيقة بس دقيقة ويت عبود ويت ارجع بس ويت. جيهان تعال. جيهان تعال. اذا تقتل الفيل اقتل لك اذا تقتل الحصان اقتل لك الفيل. ها اذا تقتل الفيل اقتل لك طيب تمام. لحظه تقتل اقتل دير بالك اقتل. هاي الحصان الاول. ليش جيهان سامحيني. جيهان سامحيني. المقبرة لأهليك. المقبرة سامحيني والله. المقبرة يلا جايز. أنا هلأ قتلت له الحصان لعباس والحصان الثاني مهدده. عباس انتهى خالص. نسختك هو خسران شباب. هو الخسران. دلعب عداد عمره. هو صح كتل الحصان بس عاد خيمه طبه معه. شو لعبت؟ اللي قدمت جندي خطوة لقدام. تقتل دير بالك. هاي شبريت حاطها بجيبتي هنا. اكون سحاب. لاحظنا اكون سحاب. لاحظنا. اليكس ارجع لورا. اليكس هو كان هون. خلي قراراتك اسرع استاذ عبد الله. انا دا الاحظك انت خايف وتردد. شوف تلعبها بنت تصير ترجعها. خلص بس قل له وين. خلي لي بس قل له وين. هون ولا هون؟ جنبه ولا قدامه؟ انا راح العب له بس. لحظه شوي عبد الله. يلا اسرع شوي. يا شطه هون. الفيل ارجع لورا يا عبود. ارجع لورا. هيك طلع عباس. هيك العبود عشان هيك رجعته. ارجع على ابيض هناك شوي. أنا أشوف أخاف على مصلحتك. أنت تبقى إنسان مكافح. راح أكل البيضة الأبيض. وهذا باي باي للبيضة الأبيض. أوكي. مبروك يا شباب. مبروك. صار عندي ثلاثة وأنت لازم تتابع. عبيد. لا انت بسالف. رقم 7 خطوه لقدام. رقم 7 لقدام. خلي احركه. تمام. عاشت ايدك. انا احسكم تعبانين من الوقفه. راح اقعدكم انتم هناك. احبكم لان والله انا احب الكم. راح اقعدكم هناك تعبانين من الوقفه. والله ادري بيكم. حاسبي شو رايك؟ بلشت الهجوم انا وبعدك انت ما هجمت.
ليتس جو مان ليتس جو برو. تعال حبيبي تعال تعال هون تعال هون تعال، هذا شوي مضايقنا حسه يعني، دير بالك عليه، باو عليه زين، راكبه زين، بال عيونه. قال سلم على هذا عدو مالتك يعني، لازم تكون هيك يعني. اوكي يلا. القلعة صرف صف الملك، القلعة صرف صف الملك، صرف صف حسين. انت حسين صاحبك وانا احس بينكم علاقة قوية وشديدة، فانت لازم تصيرون اصدقاء. اي شيء هاي بس حاكون انا. اوكي يلا. سمعتوا الشيء هاي؟ أنا أرك والله أنا حسروح خسرة، بس أنتوا لازم توقفون يعني. إذا أكتل الإحصاء راح يقتلي بالإحصاء، أنا شو أسوي؟ أنا أبوي عايف لهم ها، ما أنا ما لقى. هلا أنت بدك تشيل إيركس، هاي شو دور هاي؟ هاي شنو هاي؟ بيقتلك. أنا راح أضحي. إيه احكي احكي على كيفك. عباس هلا عبد الله وين وصلنا؟ شيء ما راح تروح. شو حركت؟ شيء ما حركت، شيء ما راح تقتله انت. ليك طلع عندك حجر مهدد، تمام؟ حجرين مهددين. هذا ما مهدد، هذا ما مهدد، هذا مهدد وهذا مهدد وهذا مهدد. قرر، خيار عندك. الوزير خطوه لهنا، الوزير 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 خطوه لهنا. هون 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 حركت؟ صح صح تمام صح. العب. شوف شو راح اعمل لك. اعمل تموت. جاهز؟ جاهز. ما يصير هيك والله صراحه يعني، ما يصير هيك. يلا اسمع لك حبيبي، الملك قدامه جندي. هاي خطوه. حسين حسين خطوه لهناك. تمام. أربع شهداء عندي والله حرام. شوف أربع شهداء عندي. القلعة ولا الجندي خطية. أنت كافي شو اسمه؟ حرام عليك يعني، راح تقتل هذا حتى قلت ليش تغشش؟ لا خلاص ما بدي مساعدة. يعني ليك إذا بدك فيك تطلب مساعدة. لا خلاص. هاي الفريق كله طلب لنا مساعدة. هاي يلا خلاص. يعني عادي تشاركوا أنت وفريقك. تمام تمام. ليك أنا يعني رح خليك تاكل القلعة، عفوا الحصان تبعي. بدنا نستعجل، ما ضل عندك. خلي اللعب حماسي سريع. شباب بدت اللعبة وراح ارجع، راح اقول له واحد عزيز على قلبك. هذا الانسان هاي ترسل له اياها انا هاي. اليمين كتف اليمين هو اليكس، بس راح يموت. عبود لك عبود، شبريتك وين يا عبود؟ بدنا نقتل عبود تبعه. كيف تتكلم اصلا؟ عباس تعال لهون. فرقه هواي والله، فرقه هواي شباب. اكل الجندي تبعي. تعال تعال ولا شو رايك ولا؟ لا بيمشي هيك، بيمشي طبعا الوزير هذا. انت الوزير، انت خليك قوية. تقترق تدير بالك، تقترق رقم 7 تحت الدار. خلي ها تحت الدار، دير بالك ها يعني شيء. ها خذ واعطي ابو شيء. انت قدرتك على الجندي الفقير هذا، حتى راكب عباس عباس استسلم استسلم حاج بكفي خسران. القلعة تنف محتمل اللي سويته دنيا. شو سويت؟ القلعة قربتها بعدني، بينهم علاقة قديمة يعني. ضحى بالقلعة أنا ما بعرف ليش. أنا حامي بالقلعة، رح آكل ملكك وخسرك. يلا باي باي. تسمع لك يلا تسمع لك. لا 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 تغش عباس، لا تغش عباس. ما بقرر هاي اللعبه دام صح، ما بقرر هاي اللعبه دام ما كنت مقررها صح. شو؟ لان متحرك من هون بالغلط، متحرك من هون. يعني لازم لازم انا ما اخذ خطوه دام مو صح. لا لا مزبوط هيك كان، يعني انا شايف ما كنت ضحيت بالهذا.
عم بغش هو وزيره مكانه شو سوى حتى بالغش ما يصير والله ان شاء الله ما يصير كش ملك يلا كش ملك كش 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 القلعة اللي جنب ملكي بحركة لجنب ملكي لعبتنا شايف ملك والله برافو عليك على فكرة انت ضحيت والوزير شباب القلعة يلا يلا شادي شادي وزير طير الوزير ايه دي ما بسخر فيها تعال تعال هون خليكي هون توصلها انا تفضلي اسمك يا عباس ايش ملك جابوا دي تبي بس سؤال يلا طلع فيك يا رب حقك على اليسار هلا يلا هلا اجى دورك خبينك للاخير كنا والله تقدر عن شغلك كريم والله الشعب العراقي كفو كريم جدا صراحه اكثر قدام يستاهل راح يخسر لانه خسر ما اقدر اقول لانه خسر ترى ممكن تاكلي هاي الصبية الحلوة؟ كيف تاكلي؟ كش مالك كش مالك خلاص في اللعبة ولا لا؟ أنا بدي أتشاور مع الملك تبعي هذا من الملك ليريانا تفضل لهون وين المحرم تبعك؟ بسرعة خليني أقول الملك وأربح خلاص تلكوا بلعة عواطف خلاص وزيري كفى صاني دقيقة يلا اطلع برا يلا وصل لحظة أنا بدي وصل وزيرتي بيدي يلا وصل يلا طيب شو اعمل اعطيك فرصه ولا موتك بس خلص الشباب تعبوا لازم اني موتك انا قلت لكم من اول ما ربحنا هلا بدر باي 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 في جائزة لأني نسيتها بريق عبد الله طبعاً شباب الجائزة لأنه 20,000 طلع فيها لدار الأيتام جايز بعد ما وصلنا وخسرنا عباس تعرف ليش تستاهل؟ لأن الهدية راح تروح لدار الأيتام يلا إن شاء الله شباب انتظرونا بجوات ثانية وعاشدك عبودي وإن شاء الله راح أروح كل ثاني الشباب اللي قدامكم راح أروح لدار الأيتام ونشتري لهم جواز بس الفيديو الثاني صح لو نفس الفيديو وصلنا لنهاية الفيديو بعد ما خسرت العباس خسارة فادحة جدا سرق السيقوح ويقول يا شباب لايك للفيديو إذا حبيتوا كتبوا لنا بالكومنتات شو حابين تكون الأفكار الجديدة ولا تنسوا تشتركوا بالقناة برافو كاب